رعب 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 رعب. هذه شخصية من فيلم رعب، وهذه شخصية من أنمي مقرف، قصدي أنمي رعب، وهذه شخصية من الأساطير اليابانية المرعبة. هذه الشخصية اسمها الدمية أوكيكو، ما عليكم على الاسم الكيوت. المهم إنها دمية أهداها أخ لأختها الصغيرة كهدية منه. البنت فرحت في الهدية كتير وتعلقت فيها لدرجة كبيرة. البنت الصغيرة فارقت الحياة والأسرة احتفظت بالدمية كذكرى ليها، لكن اللي صار إنه الدمية فجأة صارت شعرها يطول زي الشعر الحقيقي بالضبط، والأسرة خافت من هذا الشيء فجابت لك كاهن عمل شوية طقوس وخزعبلات وطلع لهم بنتيجة إنه روح البنت جوات الدمية. صراحة ما أعرف كيف استنتج هذا الاستنتاج العبقري، لكن الأسرة صدقت وخافت من الموضوع وأخذوا الدمية على معبد في اليابان، والدمية حاليا موجودة هناك. إذا كانت هذه الأسطورة البيض واحدة من الأساطير المرعبة عند اليابانيين، فحاليا مو مستغربة إطلاقا أنميات الرعب التافهة اللي بيعملوها. أسطورة تيكي تيكي، ما عليكم على الاسم، المفروض إنه فيها ليفل رعب عالي. يعني تحكي الأسطورة عن مخلوق أو نصف مخلوق، هو كان بنت عادي فدهسها القطار وانقطعت كده نصين وفقدت إجريها، فبدال ما تموت صارت تزحف على إيديها وتروح تدور على إجريها اللي ضاعوا، وفي يدها كده أداة حادة وتروح عند الناس وتقطعهم نصين عشان يصيروا شبهها وترتاح كده نفسيتها لأنها ما لقت إجريها. المشكل مش في القصة التافهة اللي تحكي عن بنت تسحب على إيديها عشان تلاقي إجريها، المشكل في الدموية الزايدة والتقطيع اللي ما إله أي داعي مع هذه القصة البيض. كأنه اليابانيين كلهم بيفكروا بطريقة تحط لك دموية زايدة وتقطيع وقرف في القصة، وإن شاء الله اللي يسمع القصة يخاف. لا لا لا، لازم نحكي أسطورة بعيدة كليا على الدموية والخزعبلات. النوبي برابو، هذه الأسطورة بتحكي عن مخلوق هو كده بيعيش في الأماكن المعزولة مثل الغابات، ويعني بينتظر الناس عشان يخوفهم. يعني ليش يخوفهم؟ لأنه شكله يخوف، فهو مخلوق كده على وجهه بس طبقة من الجلد، لا أنف ولا عيون ولا أي شيء، فبينتظر الناس وبيطلع لهم كده يخوفهم. كيف شافهم ولقاهم ما نعرف، لكن هو كل هدفه المسكين هذا المخلوق النبيل انه يخوفهم فقط، فلا عينه يقتلهم ولا اي شيء تاني، كل الموضوع خوف. اتوقع من بعد هذه الاساطير فهمتوا ليش الرعب في انميات الرعب مضروب. المؤلفين عاشوا في بيئة سمعوا فيها هذه الاساطير من الطفولة، فتفكيرهم عن الرعب صار مختلف. كل شيء وصلنا لنهاية المقطع. إذا عجبكم الفيديو حطوا لايك، إذا ما عجبكم حطوا ديزلايك.